هذه موجتنا. طبعا شايفين هذا شارت التاريخي، لكن احنا الان عايشين موجه من قمه 2014 اللي هي هذه اللي امامكم الان، وهذه القناه وهذا الدور ما شاء الله تبارك الله اللي محافظ عليه. شوفوا من يوم ما اخترق وقلنا في شهر فبراير 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 اشهر ما شاء الله، وهرفي في المرحله الثانيه. لو كتب الله لنا مستقبلا، يعني مستقبلا على مبدا الادوار، اذا قلنا هذه مرحله ما شاء الله قويه لم تكسر مستقبلا الستين، شوفوا فين، كانه يودينا لنفس القمه 95 الدور الثاني. يعني لو بدي ابني له دور عرضي تاريخي زي ما بنسوي في اغلب الشركات، ما شاء الله تبارك الله هذا دور القناه، يعني كاننا بنتكلم عن قمة 2014. هذه كده يعني من باب إيش؟ طيب إيش التلميع اللي حنلمعه الآن؟ نحن إيش قلنا أول؟ كنا راسمين في شهر 6 المسار الهابط كده، وقلنا لو اقتحم 65 يا سلام، أقل شيء حيودينا على النظرية 67 ريال، ولو أغلقنا فوقها حنكشف 71-70 إلى 73. نلاحظ إنه هرفي إيش سوى؟ في شهر 7 اقتحم أو بدأت الشمعة تلعب خارج المسار. أنا ماني عارف الآن لأنها شمعة شهرية، أنا ماني عارف هل هو طلع شوية ونزل اختبر الترند واختبر القاع مرة تانية، لأنه نزل شوفه في نفس الشهر برضو عند الدعم، يعني اللي صاده عند 60-80 ما زال مستفيد، لأنه هذه كانت أفضل مناطق الشراء قريب الستينات، محافظ على قوته فوق القناة دي وفوق 38 فيبو. نلاحظ انه اعلى قمة في شهر 7 سجلت 68-80 ما شاء الله، تخيلوا يعني من 60-80 ل 68، يعني هذا ما شاء الله جايب قريب 13% كان في نفس الشهر ده. اللي صاده من تحت ولعب على من 38، خلينا نقول لعب على 50، جاب 10% اللي لعب على 50، يعني لعب على 50 فيبو من الموجة اللي هي 66-85 قريب 87. طيب خلينا نقول إنه الترند ده انتهى مفعوله والسهم اخترق وجاب هدف، لكنه ما اخترق القمة ولم يغلق شهريا بدرجة قوية فوق 50 فيبو، والسهم الآن واقف 65-60. بكل بساطة يا أخوان، التلميع الجديدة للشارت حتكون بالشكل هذا، مثلث واضح وفاضح. هنعتبر انه القمة الثانية بعد ما نزل واخترق سجلها عند 68-80، والقمة الاولى 71-70 رسمنا ترند بينهم. شوفوا حتى هرفي الان في شهر 9 من يوم ما قرب منه جنى ارباح وما قدر يخترق، وكان الاعلى الان في الشهر ده هو 67-60، اظن الاختراق 68. هيحفظوا الرقم ده خلال هذا الشهر. اليوم هرفي عند 65-60، متى يقلب أمه شمن كحلي في هذا الشهر؟ إذا نجح في اختراق 68 والإغلاق فوقه حيبان عندنا إنه اخترق إيش؟ الترند. طيب خلونا الآن نرسم الدعم أو نرسم الترند، الترند الصاعد الفرعي اللي كون منه السهم قاع أعلى من قاع قريب الدعم الرئيسي اللي كان أدنى نقطة عند 59-40 في شهر 5. هيا اتفرجوا على المنظر ده يا لطيف، على النموذج ده. عندنا قاع أوغست 63-40، يعني يقول ضمن النظرية هذا 63-40، هذا الدعم مضاربي أول، هل يكسر الترند لو كسره؟ لا. طيب فين يكسر المثلث؟ فين يكسر المثلث؟ 62. خلونا نشوف لو رسمنا شمعة هابطة الآن في هذا الشهر تبغى تضرب المثلث ونحط خط هنا عند المثلث، كم يقرا الخط هذا؟ يقرا الخط هذا يا حبايبي زي ما قلت لكم 61-90 62 ريال، وسبحان الله وهو جاي مع القمه الفرعيه دي عندي 62.5، يعني ممكن كمان لو 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 رسمنا خط طبيعي كده حنلاقي انه يتوافق مع القمه دي التاريخيه. شوف هو مخترقها الحمد لله وعنده اغلاقات فوقها، وهذه كانها كانت قمه المرحله السابقه. يا سلام، عندي هنا كمان حركة تقول لي
من باب الاستئناس، عندي ترند هنا في يوم من الأيام اخترق وتم الإغلاق الشهري فوقه مع متوسط المية، لو أنا راسم له وتد من قاع الموجة وبدي أحط هدف الوتد ده، هذا الهدف طبعا غير السقف، يقول لي ما شاء الله هدف اختراق الترند ده 88 ريال. شوفوا هذا 88 وسقف الدور الثاني 95، يعني سبحان الله كل الطرق تقول لي ما لم تكسر المثلث الآن وتكسر الستين. شوف حتى لو تبغوا كمان تعتبروا أنه جاهر في الندل بدون إغلاق شهري، سحب السهم وكسر المثلث والمنطقة، شوفوا سبحان الله عنده منطقة اختبار الترند هذا مع متوسط المية قريبة 58-57 ريال. طبعا أنا ما إلى الآن هذه الملفات مغلقة ما راح نتكلم عليها، هذه ممكن أبو محمود لا سمح الله لو هرفي كاسر ممكن هنا يبدأ أبو محمود يتدخل، يسموه قوات التدخل السريع، نعرف على الأقل ماذا يخطط الأفندي ده ونقول وقتها يمكن ينزل يختبر المية ويمكن يعود للإغلاق الشهري فوق الستين ويسوي شمعة وتد وبعدين يطلع فيقتحم السبعة وستين ويروح للأهداف المرصودة حقة الوتد عند 88. لكن إلى الآن يا جماعة المضارب الناجح اللي يبغى يمشي ضمن المألوف خلال الفترة الجاية ألا يكفي هذا المثلث؟ يعني شوفوا الآن 62 ريال خلال سبتمبر، واضح إنها دعم الترند ودعم المثلث، يعني ممكن أنا لو بدي أبدأ أخاف من إنه في بربشة أنا بيكسر 62 ويهددني بالستين ويهددني بالتسعة وخمسين أربعين، واحتمال هذا الكسر لو بدي أرسم له وتد هدف الوتد حقه ينزلني، يعني هذا الهدف الوتد حقه أو قاع القناة، يعني كيف قاع القناة؟ يعني لو كان هذه القناة على سبيل المثال راسمينها كده الهابطة، أتخيل لا سمح الله كسرنا ترندها، شوفوا يا جماعة فين قاع القناة حيكون؟ قريب 57. هذه كلها ملفات مغلقة، يعني أنا لازم أكسر 62 ثم أكسر 60 عشان أوصل 58 أو 57 ريال هنا. هذا تقريبا يعني كرؤية فنية بعيدة المدى زي ما قلت لكم، عشان يصير فيلم وصخ زي كده هذا حيترتب عليه إنه نكسر 62. ما زال السهم فوق 62 أموره طيبة، ما زال فوق أوغست 63-40 أموره طيبة. طيب نجي عند الإيجابية اليومين دي، فين الإيجابية في الشهر ده أو الشهر القادم؟ اقتحام 68. بالله عليكم اقتحم 68 سهم هيرفي، أليست الجبهة مفتوحة للهاي؟ و73-60 61 فيبو، هذا هدف في الطريق، احتمال ما يوقف، احتمال كمان ينشكح وممكن يضرب الخط العرضي ده، الخط العرضي ده قريب 76-40، يعني لو عدى 73 وممكن على النظرية يوصل قريب 77، هنا معطينا خط عرضي وقاع مكسور في عام 2015، هذا قاع 2015 عند مستوى 76 اللهم صل على النبي 76-40. طيب يا ابو محمود لو جينا اخذنا باختراق الترند من القاع وتد وجينا حطينا هنا محل الاختراق، والله ممكن حتى مو بس هذا، والله يا رجال هذا ممكن بسرعه يندفع نحو الثمانينات كمان، يعني ممكن هذه كلها تتخطى زي ما سوى أسترا، زي ما سوى شاكر، هذه كلها كانت في محطات كده عند هذه الأسهم، بعض الاختراقات خلتهم كل ما نقول مقاومة يعديها، كل ما يقول مقاومة يعديها، فما حيكون اختراق عادي في هيرفي لو عدى 68. احنا شايفين هذه المحطات انه ممكن يجيب القمة 71 وممكن يوصل 73-70، بس انا بقول لكم لو كنا هناك ضمن هذا الاختراق لهذه القناة ممكن لها أهداف على اليومي والأسبوعي تحصلوها، ممكن هنا يسوي شمعة وتد يصرف عند 80 مثلا ويرجع بعدين يختبر 73، يعني ينزل له 7 ريال من 80 عشان يختبر هذه المناطق اللي هو تجاوزها كما يفعل شاكر الآن وسهم أسترا، يعني يوم اخترق النسبة قلنا أسترا قبل كم يوم شوفوا كيف واقف فوق النسبة الذهبية 43 ريال.
ها يا ابو يحيى، نقدر نعتمد هذا التحليل الجديد؟ 100 100 68 خلاص عرفنا انها منطقه شمن كحلي، كسر 62 هي اشاره بزر مطي، ما حنقدر نقول بوررم بصراحه، لانه اذا ما في اغلاقات شهريه لازم نحسب حساب. شوفوا تذبذب السهم عالي يا اخوان، ترى بعض المضاربين حراميين والله يا جماعه حراميين. شفتوا هذه الحركه؟ لو تتفرجوا على شموع الوتد في هرفي، شوفوا مثلا لما كنا في القاع هنا، شايفين الشمعه الطويله دي؟ تعرفوا الشمعه الطويله دي كم الادنى حقها؟ 38. تعرفوا كم الاغلاق؟ والله يا اخوان الاغلاق 44. شوف خلال الشهر، شايفين الشمعة الطويلة دي عند القاعين المتجاورين؟ شايفين ايش يسووا احيانا لما يكسروا دعوم فرعية؟ كيف يشردوا الناس من القيعان؟ بكرة لو كسر 62 وراء عند 60 وما صمد، ها؟ عشان يوحي لهم انه هو كل ماله من اسوأ الى اسوأ، ويكون حاطط في باله انه يبغى يرجع يختبر المية، يبغى يرجع يختبر تريند مخترق، يقول لك انا، مع انه شوفوا هو اختبره، يعني مستبعد انه ينزل يختبره مرة ثانية. شوفوا قديش قاعد يلعب فوق ويكسره ويطلع يقفل فوقه اللي هو اخترقه الترند. لكن شوفوا الندل هنا، هنا الندل لما طلع طلعة قوية، شوفوا اخترقه ما قفل فوقه. متى قفل فوقه؟ على طول طاح لما نزل تحت الترند. شوف لما جاء الشهر ده قفل فوقه، هي ولا إغلاق تحته. فكيف نحن ما حنقدر نعتمده دعم رئيسي؟ هذا ممكن واحد وهو مغمض يشتري ب 57 58 وهو في حز. شفت الكلمتين اللي قلتها اول، انه احيانا بعض المؤشرات اللحظيه تعطيك تصور سلبي، لكن انت كاشف من بعد انه هذا الدعم ما يخرش الميت. مين حيكشف لك هو غير الشارت الشهري؟ فهذا سلوك ما لا تخافوا منه الان، هذا غير موجود الان، لكن متى تفكر فيه وتحسب له 1000 حساب؟ انكسر المثلث 62 ريال، اختراق 68، يا بختكم أظهر ويبان عليك الأمان يا هرفي. حتلاقونا قدام الناس نقول زي كده، والدليل اقتحام المثلث. نسأل الله التوفيق لملاك السهم.